خالد مرحبا بك. الاسبيرانس تونس بونيت، هزيمه الدربي رجعناها اليوم وكانت نجم تكون بنتيجه افضل. الحمد لله يا ربي، الناس كل تعرف من بعد الخساره بتاع ماتش بنزرتو اللي ما كانتش ميريتيه، خاطر عملنا ماتش كبير ومالوريزمون في اخر سكوندا خسرنا الماتش. اليوم ما يفعلي فيها اون بون رياكسيون، يعني ماتش ادوبل امبورتانس، ديربي بويسك الكلوب افريكان ربحونا ماتش للي دونك فما ان روفان سبورتيف قبل كل شيء، وزيد الكاليفيكاسيون للبلاي اوف. دونك بصراحه اونتي دو مور، معناش شوا، لازم الحمد لله ذاك من كل حاجات مالغري لي بريسيون، يعني اللي عرفنا كيفاش نتعاملوا مع الماتش، عملنا يعني بون انتام، ومن بعد حتى وقت اللي عدوا الكلوب ما اون با دوتي، قعدنا واقفين كما يلزم، ماركينا الثاني ومن بعد كيف الميتون. دونك الكوتش عطا كيلكو كونسيني اللي باش نحاولوا نحكيوا على الكوتش. قال مالغري لعبنا بتروا بيفو اليوم، مجدي وخالد عملوا معناها بيرفورمانس كبيره سورتو سور لو بلان اوفنسيف. وي سي سا، مانيش تروا بيفو يعني ستاتيك فاسون، مانيش نلعبوا الاكستيريور، نلعبوا في التيران تاعنا في ماتش اللي لازمنا نربحوا. دونك اون ايتي اوبليجي باش نكونوا موجودين في الاوفنسيف زاد بالطبيعه، مع لازمنا نكونوا اون غارد ثلاثه مع حسين الاكيليبر ديفونسيف، من القدام لازم نمشيو، والحمد لله يعني نجحنا بورسنتاج كبيره مالغري تعرف تعب. انا ماجي سورتو لعبنا مع ليكيب ناسيونال، كسبنا لعبنا نهار الاربعه بنزرت، واليوم ماتش اللي يعني ما نزلناش نيغوسيو في الريزولتا نتاعو. الحمد لله يا ربي، جرينتا كبيره كيما ريتو للولاد كل يوم، والفيكتوار ميريتي.